الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت، وما أنت عالم به منها. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين.